الشحات يعني، عمل عمل بطولة وراح شرفنا وشرف الدولة والحمد لله على كده. كلمنا قبل الانفجار بأسبوع، أقول له أنت عامل إيه؟ خلي بالك من نفسك، كل صباح على الله. قلت له ما أنا سايبها على الله، بس خلي بالك من نفسك يا شاهد. يوم الحادث ده قعدنا نتصل عليه يومين فما بردش. اليوم الثالث ففي جميل رد عليا قال لي ده الشحات استشهد. كل ما بغيب عني كل ما النار بتزيد جواي. الحمد لله. قعدنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ف يعني قال لنا ايه طلباتكم برضه؟ يعني قلت له انا عايز راس الخليج تبقى مدينه والمستشفى مركزي، فهو نفذ برضه الطلب اللي انا طلبته منه ده، لان انا ما طلبتش الا الطلب ده فهو نفذ للبلد. فقلت له انا متنازل عن حقوقي وعن حقوق ابني للبلد. كنت اتمنى ان الشحات يجي منه جثمان ولا يجي منه حاجه تثبت اللي هو خلق. الحمد لله اللي كنت اتمناه ودخلته عليا.